وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 أذكرى. نعم، هو يذكر أن هذه المرة الثانية التي هاجر فيها خرج فيها سافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تجارة لخديجة رضي الله عنها، وثم عندما رجع تزوج بخديجة. خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها ولم يتسرع عليها. لماذا؟ لأنها امرأة كملها الله، قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزرت بنفسها وبمالها كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم فهو من ماريا، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، لأمنا خديجة متجرة. نعم، وعاد لأمنا، هؤلاء أمهات المؤمنين والله لا نذكرهم إلا بخير ولا نذكرهم إلا بالجميل، والله لو يتكلم الناس في أمهاتنا ليس كالكلام في أمهات المؤمنين، فلا يمكن أن نذكرهم إلا بخير. نعم، خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي لها من العمر 40 وله عليه الصلاة والسلام 25 كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم، لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا. نعم، رجع عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة وبالتجارة وكانت رابحة. نعم، فكان فيه عقده عليها. نعم، وبعده كان أهل مكة يتطلع للزواج من خديجة رضي الله عنها. نعم، وبعده إفضاؤه إليها. نعم، وولده منها خلا إبراهيم. نعم، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، الولد في الشريعة يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، لكن عندنا في العامية الولد هو الذكر. نعم،